السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الصفي رقم 2 الدورة الأولى، دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية مستوى الخامس ابتدائي، مادة النشاط العلمي، الموسم الدراسي 2021-2022. بطبيعة الحال غادي تكونوا صادفتوا مجموعة ديال الفروض ديالي. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درتهم أنا في القناة، يدخل الديسكريبسيون غادي يلقى مجموعة ديال لي ليان، بزاف ديال الروابط، دخل ليهم وتفرج في الفرض بالتمعن وان شاء الله غادي تفهم. واللي بغى الفرض بي دي اف انا غادي نخلي لكم النيميرو ديال الواتساب في اول كومونتير، وغادي يكون كومونتير ايبانغلي، ودخلوا وتواصلوا معايا. اللي بغى بي دي اف غادي نصيفطوا له، غنصيفط له التصحيح ديال هذا الفرض ان شاء الله. عندي هنايا 4 ديال الانشطه كلها باللغه العربيه، ما درتش نشاط باللغه الفرنسيه هذه المره. النشاط الاول هو هذا، السؤال الاول: ضع علامه أمام مميزات التربة الصالحة للزراعة. إذن غنديرو علامة في أمام مميزات التربة الصالحة للزراعة، وهذا السؤال عليه نقطة ونصف، صافي نقطة ونصف من 10 من طبيعة الحال. إذن هنا عندي نفادية ضعيفة، كثرة المواد العضوية، تهوية جيدة، كثرة العناصر الطينية، مسامية جيدة. إذن بالنسبة للتربة الصالحة للزراعة، هي التربة اللي إذا زرعنا فيها غادي تعطينا محصول زراعي مميز ووفير، صافي. إذن اولا نبداو نفاديه ضعيفه. نفاديه ضعيفه يعني ما كتنفذش، يعني كتنفد واحد نسبة قليله ديال الماء. شكون هي التربه اللي كتنفد نسبه قليله ديال الماء؟ هي التربه الطينيه، وهي تربه غير صالحه للزراعه، وبالتالي التربه الصالحه للزراعه ما فيهاش نفاديه ضعيفه، ما خصوش يكون فيها نفاديه ضعيفه، صافي. كثره المواد العضويه، نعم، لأن المواد العضوية مهمة جدا بالنسبة للنباتات وكذلك للمحاصيل الزراعية. وكنقصدو بالمواد العضوية بطبيعة الحال كنقصدو الذبل اللي هو نتيجة تفتت أوراق الأشجار وكذلك بقايا الحيوانات الميتة، صافي. إذن هذا مميز من مميزات التربة الصالحة للزراعة. ندوزو الثالثا، هنا عندي تهوية جيدة. إذن هاد التربة الصالحة للزراعة بطبيعة الحال خصها تكون كتمتاز بتهوية جيدة، إذا غادي نوضعو علامة هنا. المميز الآخر كثرة العناصر الطينية. كثرة العناصر الطينية هو ليس بمميز للتربة الصالحة للزراعة، إنه العكس، لأنه إذا كانت التربة غنية بهاد العناصر الطينية ما غاديش تكون صالحة للزراعة، ما غاديش يحدث الإنبات ونحصلوا على محصول زراعي اللي هو مهم. نمرو المميز الاخر، مسامية جيدة. مسامية كنقصدو بها من ناحية التهوية، يعني داك الفراغات اللي منها كيدخلوا داك الكائنات الحية اللي كتغني التربة وكتجعلها خصبة، وبالتالي مسامية جيدة هي مميز من مميزات التربة الصالحة للزراعة. اذا مميزات التربة الصالحة للزراعة هي كثرة المواد العضوية، تهوية جيدة، ومسامية جيدة. ندوزو النشاط أو السؤال 2، انتبهوا معايا دائما. ضع علامة أمام خانة صحيح أو خطأ. إذن هنا عندي مجموعة من العبارات، 4 ديال العبارات. إذا كانت العبارة صحيحة غادي ندير علامة في صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة غادي ندير العلامة في خطأ. نبدأ بالعبارة الأولى، التربة الرملية هي التربة الأكثر نفادية للماء. إذن هذه العبارة كتقول لي بأن التربة الرملية هي اللي كتنفذ الماء بزاف. صحيح، نعم، لأنه إلا رجعتوا الدرس ديالكم في أول نشاط فأتحقق كاين المقارنة ديال التربات، التربة الرملية، التربة الطينية، والتربة المختلطة من حيث نفادية الماء. كبينا لتر من الماء في كل تربة، وتبينا بأنه التربة الرملية هي التربة الأكثر نفادية للماء، بحيث كتنفذ تقريبا أكثر من 95% من نسبة الماء. ندوزو العبارة الثانية، توجد في التربة كائنات حية لها نفس القد. إذا التربة واش كتواجد واش فيها كيتواجدوا بصح كائنات حية لها نفس القد، يعني جميع الكائنات اللي كاينة في التربة قد. إذا هذه عبارة خاطئة، احنا عندنا في التربة كائنات حية صغيرة ترى بالعين المجردة، وعندنا حيوانات دقيقة ترى بالعين المجردة ولكن بصعوبة، وعندنا حيوانات دقيقة جدا وهي حيوانات أو كائنات حية لا ترى بالعين المجردة، وخصنا ميكروسكوب ولا شي لومب باش نشوفوها. إذا هذه العبارة هذه خاطئة. ندوزو العبارة الثالثة، تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة. هنا هذه عبارة صحيحة، لماذا؟ لأنهم طبيعة الحال الحيوانات ديال التربة مهما هي كتعيش في التربة، إذا تحب الظلام لأنه في التربة ما كاينش ضوء،
ما كاينش إضاءة، إذا بالنسبة للظلام صحيح، وبالنسبة كذلك للرطوبة صحيح، لأنها تحتاج إلى دفء التربة بطبيعة الحال. إذا تفضل الحيوانات التربة الظلام والرطوبة، عبارة صحيحة. ندوزو العبارة الرابعة، التربة الطينية هي التربة الأكثر جودة للزراعة. التربة الطينية من خلال الدرس ديالنا تبين بأنها تربة تحافظ كثيرا على الماء، يعني داك لتر من الماء تقريبا كيبقى كله في داك التربة، يعني كيدوز واحد النسبة قليلة جدا، وهذا الشيء كيسبب اختناق لداك النباتات، وبالتالي ما كتنبتش، وبالتالي ما كيعطيناش محصول زراعي. إذا التربة الطينية هي التربة أقل جودة للزراعة، يعني التربة الأكثر جودة للزراعة هي التربة المختلطة، وبالتالي هذه العبارة خاطئة. ندوزو لسؤال ثلاثة، أصنف مكونات التربة في الجدول التالي. إذا عندي مجموعة من المكونات، رمل، طين، بقايا نباتية، حصى وبقايا حيوانية، وعندي مكونات عضوية ومكونات معدنية. يجب التمييز ما بين المكونات العضوية والمكونات المعدنية. عندما نتكلم عن المكونات العضوية، هي مكونات تتفتت وتصبح ذبالا، أما بالنسبة للمكونات المعدنية هي عبارة عن حجر، حصى، طين، لا يساهم في إنتاج الذبال وتخصيب التربة. إذا رمل ومكون معدني، إذا رمل، طين كذلك، بقايا نباتية هي مكونات عضوية، بقايا نباتية. وبالنسبة للحصى مكون معدني حصى، ثم بعد ذلك بقايا حيوانية هي مكونات عضوية. إذا قلت لكم هاد مكونات العضوية، بقايا نباتية وبقايا حيوانية تتفتت وتتفسخ وكتعطينا ذبال، أما بالنسبة للرمل والطين والحصى هي مكونات معدنية لا تعطينا الذبال ولا تساهم في تخصيب التربة. ندوزو سؤال أربعة، أكمل الفراغات بما يناسب. إذا هنا عندي واحد النص به فراغات، فيه أربعة ديال الفراغات، وعندي أربعة ديال الكلمات غادي نكملوا بها. دقيقة جدا، حيوانات دقيقة صغيرة وسط، التربة لحياة الكائنات الحية أو لحياة كائنات حية متعددة تختلف من حيث شكلها وقدها. مزيان، إذا التربة ماذا؟ التربة وسط، التربة هي وسط لحياة كائنات حية متعددة ومختلفة، تختلف من حيث ماذا؟ من حيث الشكل ومن حيث القد. منها حيوانات، شي حاجة كديدان الأرض. إذا ديدان الأرض واش هي حيوانات صغيرة تراب العين المجردة؟ واش هي حيوانات دقيقة كترى بالعين المجردة ولكن بصعوبة؟ واش هي حيوانات دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة؟ إذا هي حيوانات صغيرة كديدان الأرض وعديدات الأرجل، وحيوانات شي حاجة كالقراديات والكالامبوليات. إذا القراديات والكالامبوليات هي حيوانات دقيقة، إذا وحيوانات دقيقة هي وحيوانات دقيقة. كما توجد في التربة كائنات حية دقيقة جدا كالفطريات والبكتيريات. إذا أن البكتيريات والفطريات هي اللي كتساهم لنا في تفتت ذاك الفرش الحرجي اللي كيعطينا ذبال، ولكن هي ما كتبانش بالعين المجردة. إذا هي كائنات حية دقيقة جدا، دقيقة جدا. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد صفي رقم 2 الدورة الأولى مادة النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي الموسم الدراسي 2021-2022. كنت معكم أنا الأستاذ محمد بخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.